وفي نفس ذات السياق مشاهدين ضموا إلينا عبر الهاتف دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي. أرحب بك يا دكتور معنا. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور. يعني بعد التحية، كيف ترى اهتمام الدولة بهذه المشاريع القومية وآخرها يعني أنفاق 3 يوليو وأنفاق بورسعيد في دعم وتعزيز دور الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على المجتمع المصري وعلى الأجيال القادمة؟ خليني أقول لك أنه البنية الأساسية اتصرف عليها 4 تريليون جنيه مصري، مظبوط، أو يعني ما يعادل بالدولار ربع تريليون دولار خلال الخمس سنوات اللي فاتت. البنية الأساسية تشمل شقين، الشق الأولاني وهو البنية التحتية اللي هي تلزم البنية الفوقية، مش هنقدر نعمل بنية فوقية لمصانع للقطاع الخاص سواء كان مصري أو عربي أو أجنبي، يعني زي مصنع مثلا غزل ونسيج، زي مصنع مواد غذائية، دي بنية فوقية. لكن ما نقدرش ان احنا نعمل هذه البنية الفوقية وتصنيع من أجل التصدير وكل هذه المسائل، ده بد من عمل البنية التحتية اللي هي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش مجرد شبكات الطرق وبس، ده بتشمل أشياء كثيرة جدا اللي هي تبقى الطاقة، محطات المية والصرف الصحي والكهرباء، كل دي يعني مسائل لابد انها تتم ولازمة للبنية الفوقية اللي هو اللي بينشئها القطاع الخاص بالدرجة الأساسية واللي هيلعب دور كبير في الفترة اللي جاية. طبعا ده الشق الأولاني. الشق الثاني وهو اللي هو الخدمات الاجتماعية، أهم خدمتين من نواحي الاجتماعية تدخل في البنية الأساسية. ما احنا قلنا البنية الأساسية حاجتين، بنية تحتية لازمة عشان ننشئ البنية الفوقية، الجزء الثاني الخدمات الأساسية زي التعليم والصحة. أشار النهاردة، كان موضوع النهاردة في اللقاء الرئيس اللي هو بيطمئن على وبداية يعني تدشين منظومة التأمين الصحي. بالضبط. في هذه الحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المنظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتغطي كل شعب مصر كل فئاتي، دي مهمة جدا على مدار ال 15 سنة اللي جاية، تغطي كل محافظات مصر وكل شعب مصر، بحيث انه المواطن يبقى مطمئن على حياته وصحته ويقدر في هذه الحالة قادر على انه ينتج ويفكر ويبقى يعني زيه زي بقية اساس نهضة اي دولة يعني دكتور، هو التعليم والصحة. بالظبط يا فندم. التعليم، منظومه التعليم هي موجوده بالفعل، منظومه التعليم وبدانا فيها اللي هو يعني كل يعني هيسرعوا طبعا المنظومه بحيث تتم في 3 سنوات بدل 12 سنه، وطبعا عاوزه يعني دعم مالي كبير. كل هذه، واشار الى حاجه مهمه ان احنا يعني عشان ننجح لابد ان احنا يعني نحط ايدينا في ايدين بعض، يعني سواء كانت الحكومه سواء كان المجتمع المدني وكل فئاتي في هذا وشعب مصر طبعا. بنقول انه لو احنا بنرغب في النجاح يبقى لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، حكومه وشعب في هذه الحاله، لانه هو ده بدايه يعني الطريق الصعب الكبير. زي الصين، ما كانت الصين من 45 سنه دوله فقيره جدا، ودوله من 100 سنة كانت دولة الأفيون والأمراض وكل ما يعني قولي زي ما أنت عايزة. لكن النهاردة بعد 45 سنة ألاقي الصين بتناطح الولايات المتحدة الأمريكية في التقدم وفي يعني في كل المجالات طبعا. التكنولوجي وفي مجال الصناعة وفي مجال كل ما يتعلق في التعليم وفي الصحة، وشبابها قادر على الابتكار لأنه المنظومة التعليمية أصبحت يعني تواكب كل المنظومات التعليمية الموجودة في الدول اللي تقدمت في هذه الحالة. عشان كده بقول أنه النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عايز الحكومة والإعلام، حضراتكم كل فئات المجتمع، الحكومة والدولة، أن يتضامنوا معنا الناس في النجوع والمناطق النائية، ان هم يعني يدركوا ان احنا داخلين على فتره والمشوار صحيح مش يعني
لا المشوار طويل، بس في يعني في نهاية الأمر مصر تقدر نقول هناك أمل في أنها تتقدم إلى الأمام. نعم. وتتبوأ مكانتها زي بقية الدول اللي نهضت في هذه الحالة. دكتور، يعني بالحديث يعني لو تحدثنا عن اتفاقية التجارة الحرة يعني التي كانت حاضرة في جميع المؤتمرات وتحدث عنها السيد الرئيس، بوجهة نظرك كيف تسهم هذه الأنفاق التي افتتحها السيد الرئيس اليوم يعني بدخول هذه الاتفاقية، اتفاقية التجارة الحرة، حيز التنفيذ في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي؟ لازم نخلي بالنا انه ما يتم الآن النهاردة احنا بنفتتح النفقين بتوع جنوب بورسعيد. نعم. وسبق فيما سبق منذ يعني شهور قليلة تم افتتاح أنفاق النفقين بتوع الإسماعيلية، شمال الإسماعيلية. لو بصينا المسألة نجد إنها يعني منظومة متناغمة ومتكاملة. النهاردة أنا علشان أعمل الأنفاق دي كان لازم يعني أحدث القناة وعمقها الأول، ولازم اوسعها ولازم اخليها اكثر ازدواجا، اللي هو قناه السويس بشكلها الجديد اللي بنسميها اختصارا قناه السويس الجديده، كان لازم تتم لان احنا بنسابق الزمن، كان لازم تتم وتتم في اسرع وقت ممكن. خلصناها في سنه وبجهود المصريين وبفلوس المصريين قدرنا نخلص القناه، عمقناها واطمئنينا على العمق بتاعها نقدر نعمل الانفاق. هنا الانفاق تمت والحمد لله، وهناك باقي نفق موجود هيبقى في السويس عشان يتكامل مع نفق الشهيد احمد حمدي، يبقى بكده بقى عندنا 6 انفاق زائد المعديات والكباري الموجوده على قناه السويس. نقدر نقول ملايين البشر تستطيع ان هي تتدفق من والى شرق وغرب القناه لتعمير سيناء. طبعا قبل ما يعني واحنا بنعمر سيناء يبقى في عندي محور قناه السويس اللي هيتم فيه انشاء صناعات، ومصر في هذه الحاله زي ما اشار الرئيس النهارده ان في يعني مناطق صناعيه ولوجستيه، حيث انه بيحفز المستثمرين من الشباب ومن اصحاب الفوائد الماليه ولديهم الرغبه في الاستثمار من مصر ومن خارج مصر. اقامه مصانع في منطقه شرق بورسعيد. انت عندك يعني 5 مواني موجودين. اللي هو شرق وغرب بورسعيد، شرق بورسعيد اللي هو شرق التفريعة وغرب بورسعيد، ادي 2 مينا، وعندك مينا السويس وعندك مينا العين السخنة وعندك مينا الأدبية، فكل ده منظومة بتتكامل بحيث ان انت تقيمي صناعات وتبقي ضمن ما نسميه على المستوى العالمي سبلاي، دخلتي ضمن السبلاي تشين. يعني انا بنتج جزء مكون من العربية مثلا، بنتج مكون من آلة معينة، بعمل مكون من التلفزيون، من الموبايل إلى آخره. وعشان كده بقول تدخلي ضمن ما نسميه بحلقات الإيه، الحلقات ضمن مكونات الصناعة على مستوى العالم. ولذلك النهارده بنلاقي إنه التجارة اللي بتتم على مستوى العالم كلها قايمه على السبلاي تشين، انت بتنتجي جزء معين وتصدريه وبيتجمع في دوله ما. احنا عاوزين نكون ضمن التكامل في هذا المجال. اضافه الى ان النهارده قدرت مصر برئاستها للاتحاد الافريقي تسرع ويعني في وتيره التنميه في القاره الافريقيه. لا وكمان فيما يتعلق بمنطقه التجاره الحره الافريقيه القاريه على مستوى 54 دوله بعدد سكان يعني 1300 مليون نسمه، يعني قدره استهلاكيه عاليه وسوق واسعه طبعا. في هذه الحاله اذا ما قدرناش يعني هو الهدف منها ان احنا نقيم محور منطقه محور قناه السويس وصناعات متكامله ومناطق لوجستيه وكل ما يتعلق به اللي نقدر، سواء كان استثمار مصري او اجنبي، والاجنبي في هذه الحاله من خلال شركات متعدده القوميات اللي هي البراندات المعروفه تقدر في زي الصين الاوم. الصين هي الشركات الامريكيه متعدده الجنسيه الاوم الصين في الصناعات بتاعتها في البدايه هو الشركات الاوروبيه متعدده الجنسيه سواء فرنسيه المانيه انجليزيه، وفتحت الاسواق وادت لهم تسهيلات كبيره جدا
بحيث انه اولادها تعلموا من خلال التعامل مع هذه الشركات مع تحديث المنظومه التعليميه وكمان اعتقد دكتور انها تفتح المجال يعني لنقل الخبرات اكثر. بالتاكيد يا فندم. ولذلك النهارده يعني امام كل المستثمرين اللي يستثمروا سواء مصريين او اجانب وعرب في محور قناه السويس، اقدر في هذه الحاله ان انا اصدره بعد ما تجميع هذه المنتجات اصدرها للقاره الافريقيه. انا النهارده صادراتي يعني انا حجم التبادل التجاري مع القاره الافريقيه يعني محتاج الى المزيد والمزيد. طبعا ارتفعت صادراتنا للقاره الافريقيه، استثماراتنا في القاره الافريقيه برضو زادت طبعا. وصلت الى ما يقارب اعتقد دكتور يعني هذه الانفاق تعتبر يعني جزء لا يتجزا من مشروع قناه السويس. شريان لا يمكن ان طبعًا. انا اقدر اعمر سينا الا واوجدت يعني انفاق تستطيع ملايين البشر بمعداتهم بكل يعني ما تتخيلينه من عمليه التدفق من والى، لان سينا فيها كام؟ فيها نص مليون نسمة. أنا عاوز أسكن فيها ما بين 3-5 مليون نسمة على مدار 20-30 سنة جاية، وبالتالي الأمن القومي بتاعك يتعزز، تقدري إن أنت تعملي فيها صناعات، نعم تقدري تعملي فيها تستصلحي أراضي وتزرعي العديد من الاستثمارات الخارجية لهذه المنطقة. نعم وضحت الصورة. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك.